بسم الله الرحمن الرحيم. ومن قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا، ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. صدق الله العظيم. أعزائي متابعي ومشاهدي موقع وتلفزيون مصر تايمز في كل مكان، أهلا وسهلا بحضراتكم في لايف جديد من هنا من محافظة الغربية، حيث أقدم شخص على طعن سيدة أمام المارة بمنطقة الإستاد بدائرة قسم أول طنطا بمحافظة الغربية بسلاح أبيض، وأسفر عن إصابتها بعدة طعنات متفرقة في البطن والصدر، وجرى نقلها إلى مستشفى طنطا الجامعي لتلقي العلاج اللازم، حيث تمكنت الأجهزة الأمنية بالغربية من إلقاء القبض على المتهم. كانت الأجهزة الأمنية بمحافظة الغربية تلقت إخطارا من مستشفى طنطا الجامعي بوصول سيدة مصابة بعدة طعنات في البطن والصدر، وقيام شخص بطعن هذه السيدة عدة طعنات بدائرة قسم أول طنطا. وعلى الفور انتقلت قوة أمنية إلى محل البلاغ، وتبين إقدام شخص على طعن سيدة تدعى نادية تبلغ من العمر 53 عام ومقيمة بمنطقة قحافة بمدينة طنطا، حيث سدد لها عدة طعنات بسلاح أبيض في البطن والصدر. وتبين من التحريات والمعاينة الأولية أن المجني عليها جارة المتهم، وسبب اعتداء الأخير عليها على المجني عليها خلافات جيرة بينهم. تم الدفع بسيارة إسعاف إلى محل البلاغ، وجرى نقل المجني عليها إلى مستشفى طنطا الجامعي في حالة صحية متدهورة. وتمكنت الأجهزة الأمنية من إلقاء القبض على المتهم، وتم اقتياده إلى ديوان قسم الشرطة والتحفظ على سلاح الجريمة، واخترت النيابة العامة وكلفت إدارة البحث الجنائي بسرعة التحريات حول وملابسات الواقعة، حيث نفضت أنفاسها الأخيرة بسبب تعدي جارها عليها بمطواه في الشارع أمام المارة بمنطقة الإستاد بدائرة قسم أول طنطا، وسدد لها عدة طعنات في الصدر والبطن. وتباشر النيابة العامة التحقيقات، حيث يجرى حاليا مناظرة جثمان المجني عليها والاستماع إلى شهود العيان في الواقعة وتفريغ كاميرات المراقبة المحيطة بمحل البلاغ. تعود تفاصيل الواقعة، حيث تلقت الأجهزة الأمنية بالغربية إخطارا من الرائد محمد تعلب رئيس نقطة شرطة مستشفى طنطا الجامعي باستقبال المستشفى سيدة في العقد الخامس مصابة بعدة طعنات في الصدر والبطن وحالتها الصحية خطيرة ومتدهورة، ولفظت أنفاسها الأخيرة فور وصولها إلى المستشفى ولم يتمكن الأطباء من إنقاذها. وعلى الفور انتقلت قوة أمنية من المباحث الجنائية بدائرة قسم أول طنطا وقوات من الشرطة السرية والنظامية إلى محل البلاغ، وتبين إقدام شخص على طعن سيدة أمام المارة في منطقة الإستاد بدائرة قسم أول طنطا بمحافظة الغربية بسلاح أبيض، وأسفر عن إصابتها بعدة طعنات متفرقة في البطن والصدر، وجرى نقلها إلى مستشفى طنطا الجامعي لتلقي العلاج اللازم، حيث تمكنت الأجهزة الأمنية بالغربية من إلقاء القبض على المتهم. وتبين أن السيدة تدعى نادية تبلغ من العمر 53 عام ومقيمة بمنطقة قحافة بمدينة طنطا، حيث سدد لها عدة طعنات بسلاح أبيض في البطن والصدر. وتبين من التحريات والمعاينة الأولية أن المجني عليها جارة المتهم، وسبب اعتداء الأخير عليها
خلافات جيرة بينهم، وتمكنت الأجهزة الأمنية من إلقاء القبض على المتهم، وجرى اجتياده إلى ديوان قسم الشرطة والتحفظ على سلاح الجريمة، وأقرت النيابة العامة وكلفت إدارة البحث الجنائي بسرعة التحريات حول ظروف وملابسات الواقعة. أعزائي متابعي ومشاهدي موقع وتلفزيون مصر تايمز في كل مكان، ما زلنا نرصد لحضراتكم واقعة تعدي شخص على سيدة أمام المرة اليوم بمنطقة الإستاد في مدينة طنطا في محافظة الغربية، والتي أثارت الحادثة ألما شديدا على كل من شاهد هذه الجريمة، حيث أقدم شخص على طعن سيدة أمام المرة في منطقة الإستاد في قسم أول طنطا بمحافظة الغربية بسلاح أبيض مطواع، وأسفر عن إصابتها بعدة طعنات متفرقة على إثرها. تم نقلها إلى مستشفى طنطا الجامعي لتلقي العلاج اللازم، وعند وصولها المستشفى لم يتمكن الأطباء من إنقاذها ولفظت أنفاسها الأخيرة، حيث ضجت وسائل التواصل الاجتماعي اليوم في محافظة الغربية في تردد مرددة إصابة شخص إصابة سيدة بإصابات بالغة جراء اعتداء شخص عليها بعدة طعنات في البطن والصدر، وتم نقلها إلى المستشفى الجامعي في حالة صحية خطيرة، ولفظت أنفاسها الأخيرة عند وصولها المستشفى. داعين من الله عز وجل أن يرحمها وأن يلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان. أعزائي متابعي ومشاهدي موقع وتلفزيون مصر تايمز في كل مكان، من هنا من محافظة الغربية رصدنا حضراتكم الحالة التي أثارت حالة من الحزن والأسى على أهالي مدينة طنطا بمحافظة الغربية فور علمهم بتعدي شخص على سيدة بسلاح أبيض في الشارع وأمام المرة، مما أثار غضب رواد السوشيال ميديا هنا في محافظة الغربية. شكرا لمتابعة حضراتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.